أه حبيبي التور في في اكثر من شخص انت على خلاف معاهم على امور تافهه على امور أه سخيفه جدا أه هدول الاشخاص يعني ممكن تكون امراه هوائيه او ناريه هاي الامراه ممكن تكون من ضمنهم او هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع أه رح تخف سلطتها او رح تنتهي أو رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس مش انتصار اللي هو سريع جدا لا رح يكون على مراحل هذا الانتصار فانا بحكي لك يعني برج الثور قصدي يعني اذا خربطت في احيانا بالابراج يعني اقراوا تحت البرج ايش بيكون هو اللي انا بكون نويت عليه وبيكون قصدي لانه 12 برج فيعني بيسهل الواحد بنسى بس بكون ناوي على برج معين انا هون ناوية على التور فكل برج يعني بنزله لحاله وبكون ناوية عليه في الورق فيعني ما تخافوا من هاي الناحيه حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين بين برج والثاني بيكون بسبب تركيزي بالورق بسبب تركيزي مش بس بالورق في ابراج في طاقات في ارقام في يعني في كتير شغلات يعني ممكن انه تلفت نظر الواحد او يكون عم بفكر فيها طول الوقت لذلك بخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احيانا بس المرجع النهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب، فهذا رتور اكيد آه هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية أو نارية رح آه تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان رجل لكن آه على الأكثر إمرأة، هاي الإمرأة رح آه تنتهي سلطتها وأنت رح تفوز عليها بنفس السلاح أو نفس آه خلينا نقول هي رح تاخذ جزاءها من جنس العمل اللي عملته. رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما أنت رح يرجع لك حق من وراء آه هذا الموضوع أو بشكل عام رح يرجع لك آه حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص آه شوي عنيد شوي آه ما عم يعطيك حقك في العاطفة أنا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق فيه لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق، هاي مش قراءه عاطفيه بحته ولكن بين عندي هذا الموضوع، هذا الشخص مش ناسيك، هذا الشخص تحت تاثير ممكن يكون طاقات سلبيه من طرف ثالث او اطراف اخرى عم تدخل في الموضوع، شايفه انه هو مظلوم وانت مظلوم. يعني مش انه زي ما انت مفكر مبين في بعقلك الباطن امور اتكدست او تراكمت ضد الشريك او ضد الطرف الثاني ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه الطرفين انتوا اخطاتوا في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زياده عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا ب... هذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفيه اذا تعلقت بالشخص زياده عن اللازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بدي اياه فيعني برج الثور من بعد ما كان في هاي الطاقه خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقه تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربع اشهر ثلاث اشهر كنت في تعلق شديد في هذا الموضوع وبتحاول انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي وعم تتذكر بقوه الطرف الاخر عم بيكون الطرف الثاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتوا التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريق، بطريقة, ولكن غريبين انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب انت غريب وعلاقتكم غريبة علاقتكم مش مؤسسة على اساسات صح في امور كتير غامضة في امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول عم بشوف في لخبطات عم بتصير كتير بسبب امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش اوريدي بلش اوريدي يعني في موضوع عمل جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي مبين عندي انه اوريدي صارت يعني صار في فرصة عمل جديدة او نوع جديد من العمل برج الدور صح روتيني ولكن همه همه خلينا نقول الاول اللي هو العمل والمال والكذا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن كتير وسعيد جدا من الناحيه العمليه عم بتحقق كتير اهداف ولو انها بطيئه ولو انها مجزأه يعني عباره عن اجزاء ولكن انت ماشي في 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 المسار الصحيح شايفتك قبل فتره بعدت عن شخص او اخذت قرار بانك تختار شغله وتترك شغله تختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكره في راسك كثير ما عم تعرف ما عم تقدر تعرف انه هذا القرار اللي اخذته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضه القديم عم بيراقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش بانه يصلح الامور وشايفيتكم أنتوا التنين بتحبوا بعض بطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس مش صح او مش مش متفقين على واحد اثنين ثلاث لا تاركينها لل للوقت لذلك اي اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجل في فكره طلاق عند برج الثور في فكره انفصال او في فكره زواج ارتباط من شخص ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخذ هذا القرار او لو كنت بدك تاخذ هيك قرار تبعد عن القرارات المصيريه يعني خلينا نقول مش القرارات العاديه او الممارسات اليوميه القرارات المصيريه اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج آه رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه فيه آه للناس المتباعدين آه رجوع ولكن آه بالنسبه للقرارات المصيريه زواج طلاق لا ناجل ممكن بعد هيك آه شايفيتك آه حبيبي برج التور من بعد صدمة من الأصدقاء من بعد آه خذلان من آه آه واحد من الأصدقاء أو أكثر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحت فأنا شايفة قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك أكتر شيء عم بشوف ممكن احتمال إنه يكون في حمل مش لنساء برج الثور لنساء رجال برج الثور أكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكثر حمل عند الرجل انه رجل برج الثور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك يا انت يا حدا قريب منك طالع من عمليه يمكن او وجع بالظهر بال يمكن بالاقدام او بالظهر اكثر ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيصير في استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج التور رافضين لهم فترة أو ما بيعطوا أبدا مجال للجنس الآخر أنه يدخلوا في علاقة ولكن أنا شايفة بنهاية شخص خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن مثل زواج تقليدي رجل رح يتقدم لبنات برج التور ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب الشباب ممكن يتقدموا لبنت الشاب برج الدور ممكن يتقدم لبنت العازب اللي ما عنده علاقات او انه حدا منفصل عنه اعزب تماما او مطلق او ارمل يعني هدول الثلاث يعتبروا عزاب فممكن انه يكون في فكره زواج ولكن بدون علاقه يعني ما في علاقه عاطفيه زواج تقليدي ممكن انها تكون بهذا الشهر هاي الفرصه خلينا نشوف للي عم بيفكروا بي وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش مش منتبه انت يا برج التور في شخص من برج مائي اظن او هوائي هذا الشخص عم بيراقبك من بعيد هذا الشخص معجب وعم بيدرس الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة للي عندهم شريك واضح او ضامرين على شريك الان عنده مشاكل كتير عنده اصطدام في العمل عنده مشكلة بالعمل ممكن عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه عم يعمل استشفاء عم بتكون روحانياته أحسن عم بيتواصل معك روحانيا حتى لو كان بعيد عنك عم بفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف بشكل عام الأوراكلز إذا برج التور هل في تحذير عم بحذر أكثر إشي مش كل برج التور عم بحذر الناس اللي عندهم دراسة أو امتحانات الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم انه الحظ مش معاهم كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك انت وجهدك انت ويمكن اقل شوي يعني حاول على قد ما تقدر انه تركز في الموضوع لانه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك هذا التحذير اذا اجى مش لكل برج الثور للي عم يدرسه مسج بشبه شوي وضعه او بشبه حياته وما ننسى انه الانسان يعني من فصيله من اي فصيله كلياتنا بنعرف بيقول لك انه الاكسبيرينسز التجارب اللي انت بريزنت لي هلا عم بتخوضها التجارب مهما كانت سلبيه اللي عم بتخوضها الان هي تخدم موضوعك او هدفك او اليور بيربس از هيلر يعني الامور اللي عم بتعيشها هلا اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج الثور هاي الاشهر هاي الفتره عم بتكون بتصب بمصلحتك مثل ما انا قلت لك بالشهر الماضي وانت فقط استقبلها بصدر رحب وما تتوتر كثير لانه برج الثور بتوتر شوي لما يلاقي انه في مفاجات او تغييرات من حوله فلا عم بيطمنك الورق وبيقول انه يعني شفت الافعى كيف عم بتكون بتلفلف حوالين الشغلات وكذا بيقول انت كون فلكسبل مثل هيك يعني اخلق من من العثره اخلق من العثره شيء مفيد لك خلي الامور تنعكس لصالحك احيانا بنكون بظروف كتير سلبية ولكن بحركة صغيرة ذكية بشوي نحرك مخنا شوي بتنقلب كل الامور لصالحنا احنا بيقول لك روح لروحك الحقيقية رح تطلع من الظلام انت في ظلام او في ظلمة من من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدم الامان كنت عم بتحس بيقول لك السعادة او النورانية او النور من داخلك فانت ارجع لنفسك ذا لايت از هير الضوء او الانارة او يعني هذا الموضوع بيكون داخلك انت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بحكي لنا لبرج التور إنه بيكفي تحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة إنك أنت كبير بالسن أو تفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بفكر بطريقة أكبر من عمره فهون عم بيقول لك عيش حياتك عيش سنك أنت ما تنكد على حالك بسبب امور انا ما بقول انه برج الثور يعني نكد او كذا لا بس هو شوي بيكبر الامور هاي الفتره عم بيضخم الامور فبيقول لك لا يعني عيش حياتك عيش